وللسلام هنودع ونتودع ونتعذب من الأشواق. ما هي الدنيا دي من يومها يا بتجمع يا بتفرق ما بين عشاق. حياتنا عبارة عن قصة بتتسمى لقاء وفراق. والليالي اللي ياما فرحتنا هي ياللي بتفوت من حياتنا. مين يصدق يا حبيبي بعد شوقنا وحكايتنا افترقنا واكتفينا بذكرياتنا. حبيبة عينيا بتدمع وانا بسمع رسايل بينا ليها سنين. بقيت مقدرش اكملها، يا ريت ترجع يا ريت ترجع. سايبني لمين؟ ما بتخيلش انا وانت نعيش بكرة لناس تانيين.